84 بين الزمالك وفريق مولودية الجزائر. بيشرفنا المدير الفني عمراني عبد القادر والكابتن الفريق حشود عبد الرحمن. هنبتدي بتعليق من المدير الفني كومنتار كده. شو قبل نقبل من كلمة المقابلة، أولا نجم نتكلم على تحضيرات الفريق اللي صار في تغيير، أني طبعا منذ اليوم رابع يوم على رأس الفريق، وهذا الشيء يعني مهم بالنسبة للاعبين ومهم بالنسبة لي. أقول باللي الحمد لله نظن حسيت فيه رغبة من اللاعبين باش يتزوجوا من فترة الفراغ اللي عشناها في البطولة الوطنية، وهذا التحضيرات كانت في ظروف عادية. حسيت باللي فيه يعني روح جديدة في الفريق، انه اللاعبين عندهم إرادة باش يرجعوا كيما نقولوا احنا بالدرجة للنهج الصحيح طبعا اللي بداو به البطولة. لهذا اللي حتى نقول الحمد لله التنقل كان في ظروف جيدة، المبيت في ظروف جيد، هذا هو بالنسبة لي أهم شيء لحد الساعة. شكرا كابتن حشود. تكلم عن فريق الزمالك غني على التعريف في البطولات الإفريقية، الموسم الماضي لعب النهائي مع الأهلي، أظن باللي الفريق عندهم تجربة، عندهم ربما تقاليد في هذه المنافسة. ونتكلم على درست هو شيء واضح، فريق اللي تصدر البطولة الوطنية في مصر 19 هدف سجلوا عليه 5 نقاط، هذا باين بلي الفريق يعني متوازن بكل البطولات الثلاثة. ككل فرق يعني في أشياء يعني نقاط قوة، في نقاط ضعف والقلال، ولكن احنا بالنسبة لي اللي يهمني أنا هو تحضير تاع الفريق تاعي، تمركز اللاعبين في الميدان، باسكو الإرادة وحدها ما تكفيش، ولو تكون عندنا رغبة، ولكن أهم شيء هو التركيز والتركيز.